انت بتقولي القصة دي ليه؟ علشان تعرفي انه الغلط عمره ما يتصلح بغلط، فهمتي؟ ربنا يخليك لي. اهدي يا سكت. 6 إلا 5. الله، طب ما تيجي نولع التلفزيون ونروح نشوف البرنامج بتاع حمزة. وايه كمان؟ يلا بينا. انا شفت نسيت. دي بس يظبط لي كاميرا 2 قبل ما نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جماعة بالتوفيق إن شاء الله. مساء الخير أعزائي المشاهدين، برحب بزميلي الدكتورة فوزية والأستاذ حمزة البسيوني. قولي لي حمزة على طول يا جماعة. ألف سلام عليك. أنا آسف. يا ماهي ارفعي التكليف. ولا يا دكتورة فوزية؟ حاضر. عزيزاتي المشاهدات، في الواقع احنا في برنامجنا هنا قعدة ستات هتلاقوا مواضيع كتير جدا تهمكم، كل حاجة، كل استفساراتكم، أي موضوع انتوا عايزينه بتكلمونا، بتقترحوا علينا، هنقدمه لكم، هنناقشكم فيه، وكله هيكون تحت امرهم. ولا ايه يا دكتور؟ وده هدف برنامجنا، هنناقش كل مشاكلنا واسرارنا النفسيه بمنتهى المصداقيه ومنتهى الشفافيه، وكمان هيكون ضيفنا راجل علشان يقول لنا راي الرجاله ايه في اللي احنا بنناقشه. اوقات كتير هيكون رايه صح واوقات كتير هيكون رايه غلط، لان اللي بيجي على الستات ما بيكسبش. يعني بذمتكم يعني ايه اللي بيجي على الستات ما بيكسبش؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا بيكسب. عشان كده في برنامج حمزه في قعده ستات انا مش هفوت حاجه ليهم. في ناس مستغربه كتير قوي انا ليه ما بطلعش في برنامج سياسي وبطلع في برنامج اجتماعي بالشكل ده. احب اقول لكم ان لو اتعاملنا مظبوط في حياتنا وفي بيوتنا اكيد اخلاقنا هتتغير. طبعا كمان في الاخر السياسه هتكون اوضح. علشان كده انا قررت ان ابتدي من البيت المصري، وده بعد اذن شعب مصر العظيم. مساء الخيرات، معكم حمزة البسيوني في قعدة ستات. فاصل؟ احنا لسه ابتدينا. ماشي فاصل. انت اصلا ما ينفعش تقول لي ماهي كده حيف. امال اقول لك ماهي ايه؟ بالجبنه ولا بالكاتشب؟ ما انا قلت لك قولي لي حمزه عادي. ما انا ولا عايزه حمزه بجبنه ولا حمزه بكاتشب، انا اسمي الاستاذه ماهي. الأستاذة ماهي. يا جماعة احنا فاضل لنا دقيقة ونرجع هوا تاني، نهدى شوية من فضلكم. أستاذ حمزة، مفيش حد هتقول له يا أستاذة ولا يا دكتورة. بعدين في إيه المشكلة عندك يا أستاذة ماهي لما تقولي له يا حمزة زي ما سمير قالك؟ ما أظنش في مشكلة يعني. بعد إذنكم فاضل لنا 30 ثانية ونرجع هوا تاني. أوف، هيطلعوا عينه هيطلع عينيهم. جمال، 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 أنا ممكن أحكي قصة جمالات دي وأفضحك. ألف سلامة. جيب لي كاكاو يا أستاذة. يلا 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 يا سامر. يلا يلا 5 4 3 2 1. بس مش اي عادات، هنتكلم على العادات السلبيه اللي بتخلي الحياه الزوجيه لا تطاق. تعالوا بينا نبتدي من اول اليوم. ايوه، من اول ما يصحى ووشه مقلوب. الابتسامه دي ما بتعرفش طريق لوشه خالص، واول حاجه يقولها فين الفطار. طبعا تقوم الست تحضر الفطار وتلبس الولاد عشان يروحوا المدرسه، وسيادته لسه قاعد بيفطر. تاني كلمه حضري لي غيار، يخش ياخد شاور وينزل على طول، وهي طبعا طول اليوم في شغل البيت مهدودة، والبي يرجع بالليل طبعا لا عنده استعداد يتكلم مع حد ولا يسمع حد ولا حتى يشاركها في اي هم، واللي بيعمله ان هو بيأمر ويتكلم اكتر ما بيسمع. ولا ايه رأيك يا حمزة؟ حمزة يا بنت اشرب حاجة دكتور؟ لا والله. يعني بذمتكم دي السحن الواحد ممكن ينبسط لما يشوفها وهو قايم الصبح؟
شوف مين بيتكلم، براد بيت. يا بيت. يا شيخة حرام عليكم، شوفوا مناظركم بتبقى عاملة ازاي وانتوا جايين تناموا. ما الراجل لما يشوف حاجة حلوة هينبسط ويقوم وهو مبتسم ومبسوط، انما لما يشوف وحش كاسر ما يقوم متنكد، ده لو قام اساسا. وهي الست بتبقى شكلها عامل كده ازاي؟ ما هم القرف اللي بتشوفه طول اليوم من طلباته لطلبات ولاده، هتعمل ايه يعني؟ مش مشكلتي يا فندم، مش مشكلتي، ده دورها. دورها، دورها انها ام. ربنا زرع حاجة فيها اسمها امومة. عمركم سمعتوا قبل كده عن حاجة اسمها ابوبة؟ ابوبة؟ لا طبعا. في حاجات مهمة جدا، بدليل ان الاولاد بيكونوا مرتبطين بامهاتهم اكتر من ابائهم. وعلى فكرة دي حاجات بتضايق الرجالة. لكن خلينا نرجع لموضوعنا. انتوا ليكم دور والراجل له دور. لكن للأسف الراجل بيلعب دوره أحسن من الست في الحياة. لأنه مطحون في الدنيا اللي بينزل فيها من الصبح. علشان أكل العيش. اللي انت لو بتشتغلي برضه مسنودة عليه. حاولوا تفهموا الرجالة أكتر من كده. الرجالة محتاجة إيه؟ محتاجة كلام لطيف قبل ما تنام. عشان يقوموا هما مبسوطين، دي اقل حاجة. لكن مش العيال عملوا ايه، سووا ايه، في مشاكل، انا اتخانقت مع جارتي، عايزين فلوس. فلوس، هات فلوس. تنقل شوية شوية تقول لي تقوم ترقص له. وماله، مش راجلها، ما ترقص له. هو جديد عليك يا جمل؟ خلي الراجل ينبسط. تعرفي ترقصي؟ نعم. تعرفي ترقصي؟ إيه؟ ما تخافيش. لا ده انا بعمل ايدي كده بس. مش تعرفي ترقصي؟ الست تغير مود. ها؟ لان الحياه مش سهله، ولو ما هناش على بعض اليوم مش هيعدي. طب بالامانه انا اسالكم سؤال يا ستات مصر، ثلاث ارباعكم ما بتهتموش بنفسكم الا في المناسبات بس، صح؟ خلاص اطبخي يا جاريه، كلف يا سيدي، ما دي مصاريف، عمايل شعر ومكياج ولبس، ادفع. والحبوب بعد الطبيخ بفلوس، شويه الصابون والشامبو غاليين قوي. كام راجل في مصر بيرجع بيته ويشم ريحه الاكل اللي اتطبخ طول اليوم في لبس وشعر مراته؟ حاجات مش محتاجة فلوس يا جماعة، تخليكي أمورة، منها إنك ما تحطيش مكياج. برضو تلات أرباع ستات مصر فاهمين الميك اب غلط، ودي ثقافة. بدل ما تقعدوا على المسلسلات التركية، اقعدوا تعلموا اعرفوا الستات عموما بتعمل إيه. إحنا فتحنا موضوع مهم، موضوع جدير بالنقاش، هنستنى تليفوناتكم بس بعد الفاصل. سامع؟ سامع الراجل بيقول ايه؟ نفهم بقى ونتعلم. انا؟ ده انت راجل، انت عينك زايغه، النبي لو عملت ايه ولا هينفع. انت مش ملاحظه ان احنا كل ما نتناقش في اي حاجه لازم نتخانق؟ ملاحظه، بس ما هو مين السبب؟ ماشي يا ستي، انا السبب، ده بس عشان ما نتخانقش. انت وراكي حاجه النهارده؟ قاعده ولا نازله ولا؟ قاعده، عندك مشكله؟ طب حلو قوي، ده كده جميل جدا. انا كمان قاعد. ايه رايك بقى؟ خلينا نشوف. يعني ايه؟ يعني ايه؟ قاعدين مع بعض وعندنا فرصه. لا بس تقدر تقول انك انسى. ما شفتش اوضتك الجديده؟ اوضتي؟ اوضتك ايه كده؟ سريرك العريض، بلاش بقى كنبه وبتاع، سريرك، دولابك، لابتوبك، افلامك، دنيتك، عيش. حرمتك من حاجه؟ يا شيخه حرام عليك، يا مفتريه. بس عشان البرنامج اتعلم. ايوه. قولي لسمير يشيل رقم الاس ام اس من على الشاشه. ليه؟ السيرفر مهدد. هو مفيش رسائل خالص؟ ده كان غير عادي، ما حصلش في المحطه. ماشي اوكي، ميرسي، باي. مبروك، بالتوفيق. الله يبارك فيك يا هشام،
سمير معلش بعد اذنك شيلي بس رقم الاس ام اس من على الشاشه. ليه كده؟ هو ما فيش رسائل جت ولا ايه؟ معلش معلش هتلاقيها بس عشان اول حلقه. بعدين ده طبيعي ايه انه يحصل. ما فيش برنامج بتجيله رسائل من اول حلقه كده. بالعكس يا هشام، احنا عندنا رسائل كتير جدا. بس للاسف السيرفر عنك. ما شاء الله. تمام يا بنت البلد. البرنامج ده هينجح بشكل غير عادي. عشان مختلف. لان حمزه متميز جدا. خليط كده من كل حاجه. ابن بلد، صايع، دبلوماسي، مجنون، عاقل، يضحكك ويبكيك على نفسك، وحرامي في الطاوله. وايه كمان شاطر. احنا دلوقتي في فقره حره. أنا سميتها كده لأن في كل مرة هناقش معاكم موضوع مختلف. نبدأ. النهاردة تحديداً هناقش معاكم موضوعين قريبين لبعض جداً. وكمان ممكن تبعتولي على إيميل البرنامج المواضيع اللي أنتوا عايزيني أتكلم فيها. طيب. في ناس كتير فاهمة إن الخيانة هي خيانة الراجل لمراته والعكس. ده مفهوم الخيانة بالنسبة للناس. بس الحقيقة نمرة اتنين بس. في أنواع كتيرة من الخيانة. خيانة الراجل لصاحبه. الست لصاحبتها، خيانة الوطن، في خيانة الأولاد لأهليهم لما بيتصرفوا غلط عكس ما أهليهم ربوهم، وفي خيانة الفكر من غير ما حد يعرف، وده أصعبهم. في خيانة حصلت لي النهاردة. أنا النهاردة كنت جاي مجهز إني أتكلم معاكم في علاقة الحيوانات ببعض في الغابة والتشابه ما بينها وبين أي اتنين متجوزين. بس فوجئت ان الفقره دي اتعملت في برنامج امبارح بالليل في المحطه عندنا هنا لل يا نهار اسود، ايه اللي بيقوله ده؟ ما علينا. بنسبه كبيره في حد فني واخد الفكره وعملها، وده طبعا علشان احنا شعب ما بيحترمش افكار كل واحد فينا. مش كده وبس، وكمان بنخون بعضنا ونسلم على بعض ونضحك في وش بعض. يعني زي المثل ما بيقول، نقتل القتيل ونمشي في كنسته. والأغرب من كده، اللي خانك ده ممكن تقابله في صلاة الجمعة مثلا ويقف معاك بعد الصلاة. وكمان شوف يا أخي التباتة والنتانة، في واحد جنبه تاني لسه طالع من الصلاة ويقول لك تقبل الله، ويقول لك شفت، يقول لك مثلا شفت عمرو نمساوي امبارح في البرنامج السياسي الجامد اللي اسمه لازم نطاطي، وتلاقي البرنامج كله تأنيب واللوم لبعض. بالمناسبة دي، انتوا عارفين اننا اكتر شعب في الدنيا بيأنب وما بيصلحش وما بيصلحش، بمعنى ان لو حد غلط تلاقي كل اللي حواليه بيتبحوا، مش حد بيحاول يصلح الغلط، او حتى لو معرفش ممكن يستره مثلا. لكن ازاي احنا اساتذه في اننا نطلع القطط الفطسة والمفهومية كلها والفهلوة؟ واحدة اتجوزت وجوزها طلع مش كويس، صورها وهي نايمة معاه واتطلقوا، وراح مطلع الفيلم على الانترنت، مصر كلها شافت الفيلم. هي ليه نايمة معاه كده؟ الله يا جماعة، ما كان جوزها على سنة الله ورسوله والمجتمع كله عارف ده. يعني هي ما شافتش ان في كاميرا يا فندم؟ ما هو مش طبيعي ان الست تفتش اوضتها هي وجوزها على كاميرات قبل ما تكون يعني مع جوزها. يعني طب هي مش متجوزة في امن الدولة لا مؤاخذة ولا ايه؟ طب وابنها؟ ده ذنبه ايه لو خلفت بعد كده ومصر كلها شافت امه وهي نايمه مع ابوه؟ طب في حد فكر ما يتفرجش اصلا على الفيلم درءا للمفاسد، او تحت مسمى الستره، او تحت مسمى اخر؟ اتفرج ليه ولا كلكم بتجرحوا؟ احنا اتعلمنا نجرح في بعض اكتر ما اتعلمنا نداوي جروح بعض. واحدة ست غلطت في حاجة، حد فكر هي ليه غلطت؟
اتكلم معها في حلول. لا طبعا. طب يا اخي ما تقعدش تهاجم وتجرح، لان ده ممكن يخليها تغلط اكتر. اسمع الاول، فكر بعد كده اتكلم. تعلموا ما تهاجموش حد على غلطته، فكروا ازاي تعالجوا تصلحوا. كفانا تجريح، احنا المصريين احسن حد في الدنيا نلوم بعض ونزم بعض، وده اوسخ ما فينا. لازم نتعلم ازاي نعمل العكس، لان هي دي الطريقه اللي هتنقلنا من عالم الحيوان لعالم الانسان. انا اتشرفت بيكم النهارده، تصبحوا على خير. برافو برافو. كلام الحكمه. ده وانت ماشي ولا ايه؟ لا رايح اجيب حاجه من الحربيه وجاي. طيب قول لي ايه صحيح. ايوه وشاي. اعمل لك واحد؟ لا شكرا. شكرا. كفي نفسك. مش عايز منك حاجه. خلاص. ايه رايك في الحلقه؟ بصراحه حلقه حلوه قوي. مبروك. الله يبارك فيك. طبعا شفت انا مجهز بلان بي ازاي؟ بس انا ما بتكلمش زي اي مره. يا ليه دي الخيبه؟ وانت مش هتبطل؟ كفايه بقى. لا مره حقك النهارده. ماشي هسيبك تقول اللي انت عايزه. عارف ليه؟ عشان فقرتك قلت كلام حلو قوي. ابدعت يا استاذ. طبعا. امال؟ بس انا كنت عايزه اقول لك على حاجه خدت بالي منها كده، ان كلامك حلو قوي بالنسبه للناس، ولما تشوفه هتنبهر بيك وهتصدقك. بس اللي خدت بالي منه ان انت ما بتعملش اللي انت بتقوله، انت على طول بتجرح في الناس وبتقول كلام كده غريب والفاظ غريبه، يعني انت طالع كذاب. مين قال لحضرتك ان انا ما بعملش كده؟ انت نفسك انا عملت معاكي كده. انا؟ انت هتفردي لي الملايه ولا ايه؟ امتى بقى ان شاء الله؟ افكر حضرتك. فاكره لما جيت وعرفت ان البرنامج بكره؟ عملت ايه؟ جيت واشتغلت وجهزت، والنهارده لما عرفت ان الفقره اتحرقت عملت ايه؟ طمنتك وصلحت وما حصلش حاجه. استاذه ايه، انا ما بقولش حاجه ما بعملهاش. افهمتك؟ ها بصراحه افهمتني. طيب يبقى تاني مره ما نقلش ادبنا على الناس اللي بتفهم، اللي هم انا كلهم. انت مفيش حد بيفهم غيرك. خلاص يعني فو في الفرنسيه. ما انا عارف. نحن خلاص يا عم. خلاص نحن حمزه البسيوني وشركائه. ماشي يا عم. عم تخيل ان انت عايزه تتربي وشكلي كده، انا اللي هربيكي. لو عرفت بعملها. بفكر ارجعك الحبس تاني. يا كان زمانك محبوسه لو ما كنتش انا خرجتك. ليه بقى السيره اللي اتنكد ديت؟ ليه؟ انا اصلا ما صدقت نسيت. ليه؟ انا حبيبتي ما بنساش وهفضل ازلك فيها طول العمر. اهو قفشتك اهو. هذلك مع انك كنت عمال تقول في البرنامج نتسامح وما نزلش بعض ونحب بعض. يكذاب. بصي يا روحي، انا عاوزك تخرجي نفسك تماما بره اي حاجه بقولها في البرنامج، لان انا قررت ما اعملش معاك انت بالذات كده. ماشي. اللي قولي لي بقى، انت عرفت الفقره اللي اتعملت دي منين؟ من فتحي، واكيد طبعا اللي قالت له سناء الصبح. بعدين اسكت بقى، انا مش عايزه افتكر الموضوع ده لانه فعلا حارق دمي. يلا غوري. انا برضه اللي غور؟ مش انت اللي كنت ماشي؟ يعني انا غوري حمره؟ سوري. مش بقول لك عايزه تربي؟ مش هينفع. يلا غور. سوري. بعد اول يوم في البرنامج.
انت مش متخيله البرنامج بتاعك فرق معايا قد ايه. مبروك يا يويا، انا متاكده انه هيكسر الدنيا. ده بجد بقى ولا كلام مجامله بقى عشان احنا اصحاب وكده؟ والله العظيم ده جامل، انا متاكده. اوه، هوايتي المفضله العزف على البيانو. ايه ده، انت بتعرفي تعزفي؟ لا طبعا، شويه حركات كده محفوظه من الناس. طب اوعي يا عبيد، اوعي، خديني جنبك اعلمك. اتفضلي. جاهزه؟ بس قولي لي بقى ايه اللي مخلي مودك حلو النهارده؟ هتصدقيني لو قلت لك انه البرنامج بتاعي؟ لا والله، بس صراحه كمان وبابا. ايه ده، ابوكي طلع في البرنامج النهارده معايا؟ ايه الغلاسه دي؟ ساره، اوعي تكوني قلتي لباباكي حاجه. لا طبعا، بس اتكلم معايا كانه عارف بالظبط، لدرجه ان انا خفت انه يكون عارف بجد. هو عارف منين؟ لا هو مش عارف، وقعد يتكلم معايا عن نفسه. مجمل كلامه يعني ان الواحد مش المفروض يصلح غلط غلط تاني. بعدها قعدت اتفرج على البرنامج بتاعك، وبالتحديد فقره اوكل حمزه، اثرت فيا قوي. حسستني كده ان الواحد المفروض يفكر بشكل احسن. فكرت يا ساره؟ قررت اني انزل البيت. أنا كنت متأكدة إنك هتعملي فعلا كده. وأنا كنت متأكدة إنك أكتر واحدة فاهماني. بس بجد ما مالك في إيه؟ سارة مالك في إيه؟ أنت إيه اللي واجعك؟ في إيه؟ سارة ده دم؟ دم؟ في إيه؟ ده مني، I'm bleeding. طب إيه؟ طب أعمل إيه؟ طب حسب إيه؟ أنا هكلم الدكتور. لا استني خليكي جنبي. طب أعمل إيه؟ لازم نروح للدكتور. طب اكلم مين؟ انا هكلم هديل. ايه القرف ده؟ فاكرين نفسكم في قهوه بلدي؟ احنا في عياده على فكره. يعني انت شايفانا قاعدين نشرب سجاير في اوضه العمليات؟ ما احنا قاعدين بره في استراحه العياده، يعني عادي. خش ده. يا رب يا ساره تقومي بالسلامه. يا رب. والبيبي اللي في بطنك ده يغور في 60 داهيه. الله يخرب بيتك يا هديل، في حد يدعي ربنا يقول له يغور في 60 داهيه؟ انت مالك انت نادعي ازاي؟ ادعي ادعي على ما تكوني استريحتي. بس ايه استريحتي؟ هو انا اللي حامل؟ ده هي اللي حامل. وبعدين يعني هو انا لوحدي اللي كنت زعلتها؟ ما كلكم زعلتوها معايا. بس انت غلطتي فيها قوي. بصراحه احنا ممكن نكون وبخناها، قرصنا عليها شويه في الكلام، بس انت جرحتي جامد، شتمتيها. لا يا شيخ. شتمتيها وشتمتيها واتكلمتي كلام مش صح ان هو يتكلمي فيه دلوقتي. يعني الوقت مش صح يعني. يعني هو الوقت المناسب ده انكم تقعدوا تتعاتبوا معايا وتناقشوني في مواضيع زي دي؟ قد ايه؟ 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 غباء؟ في تخلف هنا؟ احنا في عياده، احترموا نفسكم. ما تقولي لها. ما تقولي لنفسك انت. ايه انت وهي جايين نتخانق؟ ما تقولي غريبه. لا انت غريبه. لا انت الغريبه هديل. بس بقى جان قولي لي العمليه بتاخد وقت قد ايه؟ نعم، شفتيني عملتها قبل كده يعني؟ الله، وانت مش دكتوره؟ انا مش عايزه غباء بقى، انا صيدلانيه. صحيح، ايه الغباوه دي؟ قولي لها. بس انت المفروض تبقي عارفه. انت غبايه يا بنت، انت غبايه. يا بنات عيب، احنا في عياده، ادعوا لها بس. صح، هي محتاجه ندعي لها بجد فعلا. مش بالسجاير، مش بالسجاير، ربنا مش هيتقبل. صح صح يا رب. انت بتعملي ايه انت كمان انت؟ يعني انا يا رب ادعي عليها ولا اعمل ايه بالظبط؟ انت بتدعي بتقولي ايه انت؟ انا بدعي لها دلوقتي، يعني هكون بعمل ايه يا هديل يعني؟ بتقولي لها ايه؟ بقول يا رب تبقى كويسه تكمل حياتها، وبعدين ما تدخليش في بقي بالشكل ده ابدا تاني، سامعه؟ بحسب. ايه اللي بتحسبي دي؟ بحسب. هو انت كل مره تقولي خلاص بقى عيب؟ قولي لها كل مره نتخانق، كل مره نتخانق. هي بقت كده اتجننت خلاص علينا. مش كفايه غريبه؟ انا الغريبه؟ غريبه. مش كفايه المكان الغريب اللي انت جايبانا فيه؟ شبهتينا. عمال افكر في الموضوع. على فكره انت منظرك وحش جدا، زباله قدام الدكتور. سفت. بكام يوم جايبه له بنت تعمل عمليه تجميل للعذريه، ودلوقتي واحده عندها اجهاض ولا عندها بليدنج وحامل من غير ما تتجوز. مش عارفه اقول لك ايه، منظرك زفت بجد والله. ايوه ايوه صراحه. زباله قوي قوي. مش قوي يعني. لا قوي. هو وانا رايحه له اول مره
انا قلت كل اللي انتوا بتقولوه ده، بس انا قلت ما ينحرق، هو انا يعني هشوفه تاني؟ ما يفهم اللي يفهمه. طز لو سمحتي يا استاذه. فائت؟ ايوه الحمد لله. طب هي بقت كويسه؟ حتى الممرضه مش عايزه تعبرك. انا خايف البنت يكون جرى لها حاجه. دكتور دكتور لو سمحت. فائت الحمد لله هي كويسه دلوقتي. طب ممكن يا دكتور بس نفهم يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ والله هو ما كانش لسه بيبي قوي، هو كان عباره عن كيس دم. طب يا دكتور ثانيه واحده بس، هو ما بقاش في بيبي نزل يعني؟ نزل وطلع وعمل كل حاجه. لا ثانيه يعني يا دكتور انا عايزه افهم ايه سبب النزول، يعني سبب عضوي نفسي، ايه اللي حصل؟ يا بنت الحمد لله ان هو نزل. كنت ده مش دكتور باين ولا ايه؟ هو على ما يبدو انها عملت شويه حركات لولبيه النهارده، فهذا اللي ادى الى نزول البيبي. يلا بركه. المهم هي بقت كويسه وفاقت؟ نص ساعه وهتبقى فايقه. طب يا دكتور احنا عايزين نعرف بس. انا بس كنت عايزه اسال. هو معلش يا جماعه ادوني فرصه اسال الدكتور. مش مهم خلصوا. استنى يا دكتور ثانيه واحده بس، افهم من كلام حضرتك ان البيبي ما كانش ثابت، يعني الحمل ما كانش ثابت. يعني لو كانت شويه حافظت على حركاتها كان ممكن يثبت. يلا الحمد لله انها ما حافظتش. الحمد لله يا دكتور، ده انت كرمتنا اخر كرم. متشكرين يا دكتور جدا والله. انا تحت امرك يا نسهه دي. لا نسهه ايه حضرتك، انا متجوزه بقالي فتره. والله من كتر بقى اللي بيخشوا العياده كده ويخرجوا كده، فالواحد ما بقاش فاهم حاجه. على رايك. عموما احنا متشكرين يا دكتور وتعاملك معانا. بيجح 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 وواضح. تقولي حاجه حضرتك؟ لا ابدا يا دكتور، ده احنا بنشكر فيك، دكتور عظيم حضرتك. احسن. انا منتظر حضرتك يا استاذه هديل تجيب لنا بقى حالات، وواضح ان يعني اصحابك كتير. انا ميرسي خالص يا دكتور، احنا متشكرين جدا. بس سؤال بسيط، هي تقدر تقوم النهارده تمشي عادي ولا ايه؟ والله هي هتحتاج حد من حضراتكم يبات معاها النهارده، بكره ممكن تبقى كويسه. تمام متشكرين قوي يا دكتور، ميرسي. تأمروني بحاجه؟ ربنا. لا خالص بجد والله. ميرسي يا دكتور. باي باي يا دكتور. مع السلامه. هو ده دكتور؟ يا نهار اسود، البنت جرالها ايه؟ ده مش دكتور. واطي سامعك على فكره. واطي ومين اللي سامعني؟ بشكر فيك يا دكتور. واطي لا انا عايزه اشوف ساره. هو بيقصد مين يا جماعه بالزباين؟ اكيد احنا. لا مش انا اتبهدلنا ولا انا ماليش دعوه بالحاجات دي. انت شبهتينا، فضحتينا، منك لله يا هدير على اللي بتعمليه فينا واللي عملتيه في ساره. ثانيه واحده، انسه هادي كل ده وانسه. شكلك وحش قوي يعني. احنا اللي مدامات. طب ايه؟ انا قاعده وسط شله هبل ولا ايه؟ احنا اللي هبل يا شيخه. بلاش قرف بقى. يعني انت اللي مش هبله وجبتينا مكان زي ده؟ يا شيخه اسكتي بقى، امسكي هاتي، شيلي الكوبايه دي جنبك. يلا اقعدي بقى وركزي كده على ما تفوق. يا ساره فين؟ اسكتوا بقى زهقتوني. ساره فين؟ جيب حاجه من السوبر ماركت وجاي. اسكتي والنبي. يا رب يا رب. هو احنا قلقانين ليه؟ مش كويسه يا رب. هو ده دكتور؟ ما اظنش. فهمتني؟ فهمتك ما عليك، مش النهارده بس. احسنت يا استاذ حمزه، احسنت يا استاذي. عجبتك يا توحه؟ طبعا يا ريس. بذمتك؟ ايوه استاذ والله. هو في ايه؟ انهي ذمه فيهم يا فتحي؟ ذمتك وانت شغال مع ايه، ولا وانت مع هشام عبد الحميد؟ ده ابن البلد. وحياتك ليه بتقول كده؟ ولا اوعى تساع عليا. شايف الشعر الابيض ده؟ شايفه يا ريس. كل شعرايا فيهم بموقف في حياتي وخبرة السنين يا ابني. اوعى تعمل معايا كده. استاذ حمزه انا ما اسمحش لحضرتك تكلمني بالاسلوب ده وتشك فيا كده. صحيح. زين عمرك ما عليك. تقفل يا ابني باب البلاتو عشان عاوز اتكلم مع صديقي. أمرني. متقلقش من حاجة، أنا بس في ناس متطفلة بتخش وتخرج وأنا عاوز أتدردش معاك يعني. بص يا توحة. يا أستاذ حمزة إيه يا أستاذ حمزة؟ هتموتني ولا يا أستاذ حمزة؟ إيه يا زين في إيه؟ أستاذ حمزة في إيه يا ريس؟ اخشى على. ما ينفعش يا أستاذي كده، في إيه؟ ماشي مفيش حاجة، ده هو بس هيعمل معاك السليبة. علمه يا زين.
استاذ حمزه يا استاذي والله ما ينفع كده يا ريس. استاذي فكرني اهبل، انا عارف اللي حصل من اول يوم ومن اول اجتماع حصل هنا. ساعه ما قال لك انا عاوزك تساعد ايه وبصلك بصه وقام ما يفهمهاش الا حمزه البسيوني. بصت ايه يا استاذ؟ انت برضه مصر تكذب يا فتحي يا ابني. فكره الفقره، فكره البرنامج والضيوف اللي بنجيبهم، وكل يوم نكتشف ان في برنامجه بالليل. تقول ايه؟ توعدني انك تسيبني يا ريس؟ طبعا اكيد، بس تقول الصراحه. ايوه يا ريس، انا كنت بقول له على كل حاجه، كل حاجه تخص البرنامج كنت بقول، وببلغ له أول بأول. هو طلب مني ده. أنت ليه وافقت؟ إن هو كان بينحتني يا ريس. يعني إيه بينحتك؟ بينحتني بره شغل، يعني بره القناة. تقوم تعمل كده؟ تعمل كده في البنت اللي استأذنتك؟ والله العظيم يا ريس، والله العظيم. ما تحلفش. تاني، شايف الشعر ده؟ شايفه يا ريس. وخبرة السنين تخليني أعرف إمتى بتكذب وإمتى بتقول الحقيقة. قول. هشام عبد الحميد الريس بيكره أي حد ممكن ينافسه، وهو أصلا بيكره أي، واتفق معايا إن أنا أبلغه كل حاجة بتحصل عندكم عشان هو يبقى سابقكم في القناة. كويس أوي، اتفقنا. احنا نلعب مع بعض لعبة، انت هتفضل شغال مع الواد ده زي ما هو عايز، وانا هبلغك شوية اخبار شمال على حسب قولك يعني، لغاية ما اوقعه. لحياتك ما تعرفوش ان انا قفشت معاه النهاردة الظهر، وقلت له يا اما نشتغل مع بعض بنظافة يا اما بلاش منها. ما اقدرش يا ريس اعمل اللي حياتك بتطلبه مني. ليه؟ انا خدت وعد على نفسي ان انا بقى احسن، وبعد ما اتعاملت معاكوا وشفتكوا انتوا قد ايه يعني كويسين، حسيت ان انا بعمله ده قذاره وملعون ابو القرش اللي هيدخل لي وهو مش نضيف. عشان خاطر يا ريس، انا مش عايز مشاكل، انا كنت جاي اكل عيش. عايزك تسامح لي، انا عندي استعداد استقيل من القناه وما اشتغلش تاني. لا تستقلش يا توحة، انا عايزك معايا. سيبه يا زين، في واحدة حاولت تفتكرني يا باشا. زين عشان خاطري. ماشي يا ريس. ده توحة الغالي. الوضع ده تبقى فائت؟ لا. انتي بتسأليني انا؟ مش انتي اللي جبتينا للكارثة الدكتور بتاعك ده؟ حبيبتي انت كويسة؟ انا قلت الخير بقى الفترة، مش عارفة ليه على اهبل الدكتور. الدكتور ده مش اهبل. ايه بس؟ اراهن الدكتور ده مجنون، تعالج وعينوه هنا. كويسة؟ هي كده مبسوطة ولا موجوعة ولا مالها؟ مش عارفة. ايه السؤال الغبي ده؟ ما انا مش فاهمة. سارة عايزة معانا؟ عايزة مية صح؟ لا مش هينفع مية دلوقتي، انتي سامعانا؟ انتي كويسة؟ في حاجة وجعاكي؟ طب يعني ايه في حاجة وجعاكي؟ مش انت عاملة ايه الغباء ده؟ طب يا حبيبتي انت عايزة ايه؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ قولي. ادهم. ادهم؟ ادهم ده مين؟ العيال الزبالة اللي عامل فيها كده. هو انت كنت عارفة اسمه؟ لا. تعرفيه اصلا؟ حد يعرف حد اسمه ادهم؟ لا 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 يا عايزة تخلي ابني واحدة صاحبتي اسمه ادهم، وهي تعرف مين ابن صاحبتي. عيل صغير.
لا لا لا، هي ممكن كانت عايزه تخلي البيبي. سارة مين ادهم؟ مين ادهم؟ انتوا دوشه قوي. مين؟ سارة. سارة انتوا دوشه قوي. الشيخ اسكتي. هو قال لي اسكتي يا سارة، ما تسيبي بقى وخلصي. خليكي انت عامله عمليه. يا شيخ اسكتي بقى، ده انت غبيه، ده انت غريبه. يا عم يا سارة ما تصحي.